السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر الخلاصة. من آخر الخلاصة، موعد مباراة الإمارات أمام أوزبكستان. المباراة ودية قوية للإمارات بعد توقف طويل. المباراة هيكون معادها بإذن الله تعالى غدا الاثنين 12 أكتوبر 2020 أو 12/10/2020. مباراة الإمارات أمام أوزبكستان، المباراة الودية هيكون معادها الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر، 24 دقيقة. في مواقع تانية بتقول انها 5:30 مساء بتوقيت مصر. تمام، هقول لك توقيت الامارات بالنسبة للاتنين. يعني بالنسبة لتوقيت الامارات في 4:30 دي هي الساعة 6:20 دقيقة او 6:30 مساء بتوقيت الامارات. بالنسبة للتوقيت التاني اللي هو 5:30 مساء بتوقيت مصر هيكون 7:30 مساء بتوقيت الامارات، اما التوقيت ده او ده. في مواقع بتقول كده وفي مواقع بتقول كده، مفيش حاجة مؤكدة يعني. طيب خلينا في 4:30. 4:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 5:30 او 25 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، و6:30 او 26 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة أيضا زي ما قلنا 23 دقيقة او 3:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 22 دقيقة او 2:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة لمباراة الإمارات أمام أوزبكستان هم 3 قنوات: قناة الشارقة سبورت اتش دي او الشارقة الرياضية اتش دي والمعلق عبد الحميد الجسمي، كذلك قناة دبي سبورتس 1 اتش دي او دبي الرياضية والمعلق عبد الله السعدي، وقناة ابو ظبي الرياضية اتش دي 1 او الاولى والمعلق عامر عبد الله. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر الخلاصة. اشترك في القناة وضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.